بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان قد دعوني سوى قناة كاف جو ميدي شو قلبتوا سنين أو عائدين هنا برنامج عرضنا هنا وقف عائدين ودك ماذا أف جو برشود كناو برنامج كان سوى وقوم قعدرني محاد كتقان دين الإسلام كا برنامج كان ورخ دبلن لو حد دين يا أما مركا تابقلي عرو أف جو مول أو مجيء دهورا نوها عرو بيد بيد أنا قوتيم أف جو ميدي شو نبرنامج كون دين هني وعائلة جوجا عبد الرحمن محمود سياد أو نيكا أنجا برنامج كان كسيج دونو channel كاف جوي ميدي شو سؤالها عندك ويدي دونو سؤالها أنا وعيه ولا عيان وسؤال ديني وعن ويدي دونا قف كي مركز نصيب ويشت أو كجواه وعن يديد وسي دونا وحياه وكفره برنامج كان وعن ودا دينا مركا أو عندك سؤالها ويدي دونو أستاذ سوفي هاي كسرو برنامج كان نوها جزاك الله خير الجزاء وحل واسهر وشيء وهاي برنامج كحول بحي معك تخان الدين تاعه دين تاع الإسلام معك تخان ويدينا إن الدين كله وعلى برت هذا قف كست وبرتاو يا خال أنا دين الإسلام كان إلى نسجتي مكسينا مركزاس برادة أيا بلشين وعدينا أو يدينا فكنت جواه وادير جلنا سكت كل صوت ذي سلام اوكي سؤال شوكو انكو بلابي دون برنامج كا محيود عيسى شاك صحابي لو شاوي قرآن كريم كا شاك صحابي لو شاوي قرآن كريم كا سؤال شوكو انكو محيود عيسى شاك صحابي لو شاوي قرآن كريم كا قرآن كريم كا وكفى ليس كتير سؤال جوابت هذا نهدى بإنسان واحد يسيد والله يدير مركز أو كفر عدان برنامج يوم قرحة بلان لو عتاب قلنا يو أكس عرو بيد بيد هولك أفقوي مول أنا قلت تيم أفقوي ميدي شون ودا ديننا عدب ولي وحان كده حجرنا برنامج قرحة بلان محاكة تغان دين تسلامك عبد الله وحنا سو قارع قفر بإنه مركز سؤالي كجوابه سؤال شو حيود عيسى سحابي قوري سؤال شو حيود عيسى واحد شكتا سحابي قوري قرآن كريم كا لغوشة جاي قوري قرآن كريم كا لغوشة جاي جوابتا وحن كرمنا انو نكا نوصوك قاميو هاي مقا عاقس داد بسم الله مقا عاقس داد نوا فيصل ماما حسن هذا اسكو ديو اسكو ديو هرتا سؤال ماما سؤال شو حيود عيسى واحد شكتا سحابي قوري قرآن كريم كأهل لغو شبي سؤال شو هو بيسكو ديو عبدالله يا عبدالله بن مطلق مطاي مدرتو ما يا اسكو ديو دواب دواب تسحر ما هذا هو مسني أي ولال كنا أنت كلي أمريكا أو كرسوني أو سوبندي أو سكدي أو سؤال الجواب تيده أو سو حلال لكن هو حلال مري أو وادنا مري هذا هو مسني ألك أنا كده دعوني سوى قناة كاف جو إيميدي شو برنامج يوم قرحة بقالة أنا وحتى بقولنا يو نعرو إكس بيد بيد هو وحن كنا هجرنا برنامج كان وحواي كفاديس ما عاد كتقديت إسلام ك وحاي سؤال شو دعيسا شيخ أصحابي أموري لغو شيخ القرآن كريم كا هدي أتكفى إذا سكرتين أنت ماذا وعبي عبسني يقل سؤال شو ها إميا وعلى عقي ماهر هل مركز يدير أنا نايو كبدو سينو هاي جوابتو فرونتاي واحد شيخ أصحابي أموري القرآن كريم كا لغو شيخ واحد شيخ سؤال شو وحي ودعيسا واحد شكتا سحابي قبوري لغو شاقي قرآن كريم كا وعنو ملاينا يا ولي اني جوابتي ايكو عدكتا برشدة خاصة ريرافقوي ولي وعنكو داجرنا برامج كيني وعنكو ديني انو برشدة ريرافقوي سؤالة دينيكا وعن هدر بنا اينا ويديني ومركا كفاية بيسبب ان شاء الله التاني مال واحد شكتا سحابي قبوري قرآن كريم كا لغو شاقي مقا عيسى مقا عاقس تعبر محمد نوني موسى هاي لغمان الحكيم هاي جوابت صح ذا ما هنا ما هلي لين واسكو دي ولا يسأل لكم هذا دوغو ما سنتاي نوني موسى واسكو دي سواشي نوك جوابه وهرر مري ولي وحنكو دحجرنا برامج كي سؤال ودين تديني جاي
weli bulshada inay ka faa'iideystaan aan diyaar u nahay. Barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan bulshada reer Afgo ugu faa'iideyno. Waa barnaamij diini ah. Barnaamijkan waxaan su-aasho weli ay noo socotaa, sheeg asxaabiyga ugu horreeyay ee qur-aanka kariimka lagu sheego. Sheekh asxaabiyga ugu horreeyay ee lagu sheego qur-aanka kariimka. Waxaan abaalmarin u sii doonaa hadduu jawaabto oo si sax u sheego wuxuu ku farao. Haye. su-aashu waxay tahay saxaabigii keliya ee lagu sheegay qur-aanka kariimka waa hal saxaabi bis keligiisa qur-aanka lagu sheego. Waa saxaabigaas magaciisa sidatana wuxuu u dhacaa Zayd bin Harith radi allahu canhu. aadaa ugu maasan tahay, waa ka faa'iidaysan waayeen su-aashaas jawaabteedina annaga ayaa bixinay. waxaan ku xiji doonaa su-aasha kale xigto. su-aalaha aan ugu talagalnay inaan degmada Afgooye ama khaasatan bulshadeeda ugu faa'iideyno wax kale ma aha, waa in ay markaa ka faa'iidaystaan sidii marka ay asxaabihii ama marka diiniyadda ay sharaftu u leedahay. haddana waxaan ku soo celin doonaa su-aasha labaad. su-aasha labaad sidatan waxay u dhexaysaa malakii kusoo jirjiray waxyiga rasuul sal allahu alayhi wasalam ee ciise aliska rabaa malagii kusoo dejin jiray waxyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam. su-aasha haddii aad ka jawaabi kartid ka faa'iidayso. cabdullaahi maxamed ciise jawaabta cabdilmalakul jibriil. aye waa sax jaaka allah. aadoo ugu maasan yahay wiilkan wuxuu ku guulaystay abaalmarin kaale. wiilkan wuxuu ku guulaystay abaalmarin marka ay ugu deeqday carwo bida bida oo aad u taqaanaan Afgooye mall. aadaad ugu maasantiin. tani waa hidiyadii ugu horreysay aan ku doosino yarkan wuxuuna ku guulaystay hidiyad aad u qaali ah. waxaana ku jiro meeshaan aad xiran aad u jeedaan kabo. aadaa ugu maasan tahay naga gudoon. maxaad dhihaysaa carwo bida bida? aadaa ugu maasan tahay. weli waxaa inoo socda su-aaliyii aan ugu talagalnay inaan ugu faa'iideyno bulshada reer Afgooye. su-aashani waa easy, waa hidiyad qaado ka jawaab su-aal diini ah. haye su-aasha saddexaad. su-aasha saddexaad waxay u dhexaysaa sheekh nabigii laga soo saaray Afrika. sheekh nabigii laga soo saaray Afrika. waxaan weydiin doonaa magacaaga saddexaad intuu soo dhawo. magaca waa Axmed Cabdinuuni. su-aasha jawaabta daa isku dayo anoo muuse. jawaabta saxda hadiis anoo soo wareejiyay saxda. aadoo ugu maasan yahay su-aasha jawaabta saxda uu ka bixiyey Axmed Cabdinuuni. waa hidiyadii xigta ee aan bixino. hidiyadan waa iyadana sidoo kaleente kabo. nasiibka ayaa ku saaciday. waxaana kugu deeqday carwo bida bida. magacaaga adigoo laba kelmadood carwada usoo marna hawada. aadaa ugu maasantiin barnaamijkan quruxda badan leh waxaa taabageliyey carwo bida bida. annaga oo team Afgooye media showna waan daadiyeynayni. weli su-aasha way inoo socotaa. dhex jirnaa barnaamijkeenii ahaa maxaad ka taqaan diinta islaamka. waxaan ugu faa'iideynaynaa degmada Afgooye bulshada ku nool inay barnaamijkan ka faa'iideystaan. waxaan la isweydiin doonaa su-aal khafiif ah. waxaan ugu bedeli doonaa hidiyad qaali ah. barnaamijkan quruxda badan waxaa taabagelinaya carwo bida bida moolka Afgooye. annagoo team Afgooye media showna waan soo bandhigaynaa. haye su-aasha. sheekh saxaabigii keenay fikraddii dagaalkii axsaab in la qodo godka. sheekh saxaabigii keenay fikraddii in la qodo dagaalkii axsaab. aye jawaabta. inta soo istaag. magacaaga saddexaad. aniga musaxmed ayikhir. aye su-aasha jawaabta dadda usdee waa sinaan sinaan سلمان الفارس. جوابته واصح جوابته نوحة به كاسي مصعب وحوك قول يستي أبال مارنتان أو أي أقود أغضي أبال مارنتان أي أقود أغضي عرو بيدا بيدا نصيبكي وحي نغطي برنامج كان نيكو أقود بي سؤال جوابته دا بهيو برنامج كان إيه برنامج لميد واحد كداوانا سان شانالك أفقو إيميدي شو maalin kasta isniin ay tahayna waxaan oobalane inaan bulshadiinan idin ka faa'iideyno. maanta waa inay dhaaftay laakiin isniinta dambe galabtii xilligan oo kale markay tahay xaadir inaad wadaagtin oo jawaabtiinna ay diyaar ahaato si aad jawaabta aad ugu guulaysataan hidiyooyinkan quruxda badan leh aan bixinayno. hay magacaaga saddexaad. maxamed diin salaam u dheh. hidiyada carwadii ku gudoonsiis maxaa liilow? maasha allah aad ugu farxday hadiyada alxamdulilah.
anagu wada jiray wallahi waxa leena barnaamijka oo barnaamij aad u fiican maxa ka taqaana diinta islaamka ina dadka kale waxay bartaan gaalada diinta ay bartaan diinta gor u qaadi ina diinta gor u qaadi waa shee sharaf aad ku meel war ina diima kale xiqiib ma simaahan mar walba siri oo qalabo baysnay walba saaku soo talgaleed diintaada oo faa'iideysa leed oo dhirigelin mar walba awal marna aad u qaadan leed awal marna yaadii aad u qaadan leed shacab kale waxaa leeyahay oo degmooyin ganacsi ku leeyahay waa inay ka qayb qaataan hadiyaa iyo bixiyaan saasi caro bidabid oo kale nuuso daysado ay weegulaadeen waa inay daysadaa aad aad ugu mahadsan tahay barnaamijkan quruuxda badan leh waxaad ka daawanaysay janaalka afgoy media show fadlan aadid nagu cusubta subscribe like share commenti haddaa horu u joogtiina marna le lyta ha ka baqaylin sheerna dhab ku dheh barnaamijkan iyo barnaamij lamid waxaad ka daawanaysaan channelka afgoy media show anagoo wada jira waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad sanid waqtiga aad nasiisay ee channelka afgoy media show sida aad u daawatay waad ku mahadsan tahay